البعض من المسلمين يناصر حقوق الشاذين بحجة أنهم بشر. هل تتكرر تشريع قصة عذاب لوط؟ عذاب لوط؟ قوم لوط قصده يمكن. كيف ذاقوا العذاب لعلهم يتعظون؟ أولا يناصر حقوق الشاذين، ما لهم حقوق، هلا مدعون، مدعون أن لهم حقوق، هم شاذون منحرفون. عندما نقول نمنعهم من حقوقهم كنا نقر أن هذه حقوق لهم منعناها منه، هذا كذب أبدا. هؤلاء شاذون منحرفون ضالون مضلون والعياذ بالله. أما قضية عذاب قوم لوط عليه السلام فهو أنهم كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء والعياذ بالله، وكان بعض الخلفاء نقل هذا عن عبد الملك مروان يقول لولا أن الله ذكر لنا هذا في القرآن لما تصورت أن رجلا يأتي رجلا. يعني هذا خلاف الفطرة، خلاف يعني ما خلق الله عليه الناس. فالله المستعان، ولذلك الله تبارك عذبهم عذابا عظيما، خسفنا به خسف الله بهم الأرض، رفعها ثم خسف بها جبريل، قيل أخذها على جناحه ثم رمى بها ثم أتبعتها حجارة من سجين، أعاذنا الله وإياكم من ذلك.